لسه بقول للناس عندي في الصندوق، بقول لهم ما تيجي نخلق من مجتمع الاسمرات، يعتبر اكبر مجتمع تطور حضري عندنا في اللي هيبقى 18500 وحده دلوقتي. ولسه يعني 18500 لا بالثالثه هي 18500. فتخيل الثالثه بالمناسبه هتنتهي امتى؟ هي خلاص احنا بنخلص فيها الشهر ده، اخر الشهر ده تكون هي خلاص منتهيه جاهزه للافتتاح ان شاء الله. دي فيها او شملت كام وحده تقريبا؟ دي 7440 وحده وفيها منافذ بيع، فيها مخبز فرن طاقه نص مليون رغيف في اليوم، ده حاجه كبيره مش صغيره. اتفقنا مع وزاره الضمان الاجتماعي تفتح فرع البنك ناصر هناك، في حضانات، في ملاعب، في مسجد، في كنيسه. المسجد والكنيسه هيتاخروا في الافتتاح، يعني هم لسه عشان بدناهم متاخر، فهم لسه معانا كمان 4-5 شهور ان شاء الله يكونوا خلصانين. فيعني المجتمع وارض الاسمرات 3 يبقى قدرنا خلاص نغير شكل المنطقه دي للامل. يبقى انتهينا فكره عشوائيه غير الامنه في هذه المنطقه تحت المقطم وغيرها. لسه بقول لهم ان المجتمع ده لكل عماره هيبقى فيه رئيس اتحاد شغالين، لكل قطاع ومنطقه هيبقى فيه رئيس اتحاد لرؤساء اتحاد الشغالين، ونعمل زي نقول ايه برلمان مصغر لهذه المنطقه، يبقى فيه رئيس لهذا البرلمان من الساكنين يرقص الرؤساء اتحاد الشغالين، ومنهم هم اللي يتابعوا، قلت لهم عايزهم هم اللي يتابعوا اداء الوحده الصحيه، اداء المنافس البيع، اداء الملاعب، اداء كل حاجه، وهم يبقوا الرقيب على كل حاجه من دول، بحيث ان هم يرتقوا بالمجتمع بتاعهم لفوق شويه، وهم اللي يقولوا احنا عندنا مشاكل كذا واحنا عايزين كذا. زي اعضاء البرلمان ما بيطلبوا تحسين الحياه من كل حته، ده دي دولتكم وده برلمانكم، عايزين ننشا منه مجتمع نموذجي فعلا. وده مبادره هنبداها ان شاء الله من الشهر ده، وانا كلفت الناس عندي ان هم نبدا الحركه دي مع رئيس حي الاسمرات ازاي ننفذ الموضوع ده.